كان تصريح عام كان تصريح رح ياخذ سؤال او اثنين بس يكونوا قصارها لو سمحتوا. تفضلوا سيد فرهاد. كيف تعرفتوا؟ احكي لنا لو سمحت. خلي اصلي تحكي لكم احسن. مرحبا. تعرفنا على بعض من كم سنة، كنا ببيروت، وبعدين نحن رجعنا افترقنا للأسف، بس رجعنا التقينا مرة تانية. بصراحة أنا ما اقتنعت بهذا الحكي، لهيك عن إذنكم. سيدة هاندان مو موافقة على الزواج؟ معقول ليش حتى ما توافق؟ هاندان خانم، صلحي تصرفك فورا وابتسمي لو سمحتي وبسرعة. وليش لنفذ؟ لأنه أنا بعرف مين هو يلي سرب الخبر، وفيني أفضحك مثل ما غطيت عليكي. أنت ما عملتي أي شيء مثير للانتباه ولا بيضرني، أنا رح أنسى يلي بعرفه، هالشي بيضل بيناتنا. ماشي، وهلأ لعند عيلتك لو سمحتي. يلا. وهيك تزوجنا ونحن مبسوطين كتير. عروستنا خجلانة وهي أول مرة بتوقف قدام الصحافة، وخجلة تقول إنها عشقانة، لهيك ما فيها شيء أبداً. روحي قولي هالشي بفخر وبصوت عالي. لكن الشرطة ليش داهمت العرس؟ أنتوا زراف كتير يا شباب. أكيد الشرطة ما داهمت العرس، بالعكس هنا انضموا لقلنا، كانوا ضيوفنا. الظاهر إنه ما عندكن علم، أخو العروس بيشتغل ضابط بشعبة الجرائم المنظمة بالبلد. بعد زواجك رح تشتغلي أنسة أصلي؟ طبعا. معقول تضل المرأة بلا شغل بين عيلة جميلة ومثقفة مثل هاي؟ أكيد رح ضل مستمرة بالعمل. نحنا كتير اشتغلنا شي حلو مع السيد نامق ورح نستمر بهالشي دوما، ما هيك سيد نامق؟ وخصوصي إسراء دوغان، وأكيد عندكن علم فيها. نحنا رح نعطي أهل الخبر الحلو بخصوصها بأقرب وقت إن شاء الله. نعم. شكراً لكم، شكراً وإن شاء الله موفقين بزواجكم. بتمنى لكم السعادة. لو سمحتوا، لو سمحتوا جاوبنا على كل الأسئلة. ممكن سؤال ثاني؟ سؤال واحد. خلينا نحكي شوي فرهاد. بنتي، ما صار لي وقت لحتى أسألك من قبل، كيف حاسة هلأ؟ بالنسبة لبنت محبوسة عم بتحاول تبين للناس إنها سعيدة، كيف رح تكون؟ رح تتعودي بنتي ورح تحبي هالشي. وأنا كمان انجبرت اتزوج من حدا ما بحبه بليلة وحدة، بس بعدين تعودت عليه، لقيت حالي بتخت واحد ما بعرفه ولا حتى بعرف شكله ولا بعرف ريحته ولا شي عنه بهالحياة. قلتلك منتعود بعدين، امشي محل ما بياخدك القدر وارضي فيه، لأنه ما بتعرفي شو مخبالك أصلاً، ويمكن يكون هذا عقاب إليك، لهيك يمكن تتعاقبي بهالوقت لتاخدي جائزتك. بأكد لكم أنه عاشوا قصة حب كتير حلوة. قولي لي كيف كانت ليلتكم؟ لو ضلت عاداتنا القديمة ما كان ضلت أسئلتنا معلقة هيك، كان قبل كل شي يصير بالدليل والإثبات. بس يا حسرتي ما ضل عنا عادات قديمة نتبعها ولا بنات مثل زمان، وعلى ما يبدو ماضي بنتنا فيه مصايب. صارت هاي العادات من التاريخ أختي، مثلك تماماً. أنا ما فيني أتحمل هذا الحكي أكتر من هيك. أصلي خانم لو سمحتوا. لسه ما شفت شي من اللي جاي يا أختي. أنا ما بدي غير كلمة واحدة بس. نحن عم نحكي عن فرهاد أختي، ما عم نحكي عن عبده. خذ صورة واحدة بس. اسمعني يا ابني، انت حطيت حالك بمصيبة كبيرة بدون ما تعرف. ارتاح، المصيبة ما رح تكون مصيبة وهي بحضنها. بس مرتك ما بتسمع الحكي. اسمع، في خيول ما بتقدر تروضها ولا تلجمها، اذا ما دربتها ووجعتها وما لازم تهمك دمعتها، وقلت لك هالحكي وعانتني. انا بعرفها لهي البنت، ما بتشبه غيرها ابدا من البنات، هاي مو من مستواك وما فيك تخضعها لك ولا بطريقة. صدقني يا ابني، ما بتكفي قوة الواحد لا يعمل كل شيء على كيفه يا فرهاد، وخصوصي إرادة الإنسان.
يا ابني بالنقطة اللي ما فيك تغير الشخص وقدره اكتب بغير مكان، هاي البنت رح تغيرك وتسيطر عليك. ما كبرت وتعلمت بعد كل هالأوجاع لأتغير، فهمت علي؟ مر وقت طويل من لما قتلت الطفل جواتي، ومالي هاد الولد يلي بينزت هون وهون. انت اهتم بشغلك. يا ابن خالتي، صار الشي اللي انا كنت متوقعه من قبل. احسان نسي كسر ايده ووجعه وكل شي صار فيه، وراح لعند متين وما حسسناه، اخذنا العنوان واجينا. كتير منيح. شو نعمل؟ يستنى زلمتنا؟ انا بحلها. ماشي ابن خالتي بتأمر. يلا ما بدنا نروح؟ رايحين. كنت بدي حاسبك على اللعبة اللي لعبتيها بس ما عندي وقت هلا. وشو رح تعمل؟ رح تضربني؟ جسمي وروحي صابون غرغرينا وصار لونهم بنفسجي، وليش ما بنروح على هداك البيت؟ قصدي على بيتكم. لأنه هداك ما بيكون بيتي. وانت مسمي المكان اللي عايش فيه بيت؟ هداك المكان المهجور اللي ما فيه حدا؟ شو صار لك؟ شو خفتي مني؟